كيف حالكم يا ثاني؟ طيب اتعلمنا احنا عن ترتيب الاعداد واخذنا كيف انه احنا نرتب الاعداد تنازليا واخذنا تصاعديا. برافو. واليوم احنا رح نعمل مع زينة لعبة كتير حلوة، رح تنشر لنا الارقام على الحبل. يلا يا زينة، بدنا ترتبين لنا الاعداد تنازليا. برافو يا زينة، نشوف. يلا يلا يا يلا يا ليان، نتابع. يلا نتابع الأعداد مع بعض. يلا نقارن بين العددين الموجودين عندي. أنو ننظر عند مقارنة الأعداد، ننظر إلى منزلة ماذا؟ المئات. برافو. يلا شوفي لنا أنو المئات أكبر. برافو. يلا حطي لنا اياه. برافو يا ليان، زقفلي يا ليان. ويلا يا ندى، ويلا يا ندى. يلا يا ندى، شو الرقم اللي ضال عندنا احنا هون يا ندى؟ برافو، اقرأي لنا اياه. 600. برافو. و9 وثمانون. برافو. يلا حطي لنا اياه. برافو يا ندى. ساعدك. ايوه برافو يا ندى، انزعت لنا ندى. ويلا يا ندى، ويلا يا ندى، ويلا يا ندى. يلا يا رين، بدنا نرتبها ترتيب تنازلي. ترتيب تنازلي. يلا برافو. ننظر إلى أي منزلة يا رين؟ المئات. المئات. برافو. يلا رائعة رائعة، نزقف لرين يا ثاني. برافو. يلا يا جنى، نشوف عندنا عددين لنقارن انو الاكبر. السبعة. برافو. بالمنزلة المئات هي عبارة عن 700. برافو يا جنى. جنبها 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 جنبها. لا لا، هيك صارت قبلها، صح ولا لا؟ برافو يا جنى، نزقف لجنى. ممتاز. يلا يا تالا، شو ضل عنا احنا العدد يا مس؟ 300. برافو. 300 و87. برافو. يلا حطي لنا اياه انشري. ممتازه يا تالا. هيك احنا الترتيب شو؟ ممتاز. يلا يا لارين، عندنا ثلاث ارقام نرتبهم تصاعدي. اي منزله نظرنا يا لارين؟ مئات. برافو برافو، نزقف للارين. يلا يا امير، عندنا هون احنا العددين، بدنا نكمل على ترتيبنا التصاعدي. ننظر الى منزله المئات ونشاهد أصغر عدد. برافو برافو، أحلى أمير. يلا يا رافع، نشوف إيش الرقم اللي ضل معانا. 801. 801. يلا حطي لنا إياه. برافو يا رافع. إحنا هيك يا رافع ترتيب إيش عملنا إحنا؟ رتبنا تصاعدي. تصاعديا. برافو. نزقف لرافع يا ثاني. برافو يا كرم. عندنا هون احنا ثلاث اعداد بدنا نرتبهم ترتيب تصاعديا. يلا تصاعديا. ايوه برافو يا كرم.
برافو كرم. نزقف كل يدنا لكرم يا ثاني. بدنا نكمل على ترتيب تصاعديا. برافو. احنا ايش بدنا نرتبها تصاعديا؟ يعني بدنا ايش احنا؟ ايوه يعني الاصغر ولا الاكبر؟ الاصغر. برافو. يلا نزقف لريما يا ثاني. برافو يا ريما. يلا يا رافع نشوف ايش الرقم اللي ضل معانا. 801. 801. يلا حط لنا اياه. برافو يا رافع. احنا هيك يا رافع ترتيب ايش عملنا احنا رتبنا؟ تصاعديا. يعني برافو. نزقف لرافع يا ثاني. برافو يا عبد الرحمن. عندنا هون احنا عددين، بدنا ننظر الى منزلة ايش؟ الى المئة. وبدنا نكمل على ترتيبنا ايش؟ تنازلية. برافو، ننظر الى منزلة المئات، يلا. برافو يا عبد الرحمن. يلا. برافو، نزقف لعبد الرحمن. عندنا ثلاث أرقام أعداد بدنا ترتب لنا إياهم تنازليا. يلا. برافو ممتاز. أي منزل نظرنا يا عماد؟ منزل مئات. مئات. برافو. نزقف لعماد. برافو يا عماد. يلا يا تي إيش العدد الموجود ضل عندي؟ برافو اقرأي لي اياه. 100. برافو. 78. يلا علق لنا اياه. برافو. يلا نزقف لتيم يا تاني.